ونظرة الحياة حضرة السيدة السادة، إن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية حصلت من خلالها الأمر النظري على مكتسبات ثورية تحكم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول لحكمة وتبسط جلالة الملك محمد السادس. فعلى سبيل المثال ربطت الدول الأسرة الحالية أهمية الزواج بالسن والقانون، كما أتاحت في نفس الوقت بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة تدابير استثنائية تسمح بزواج الأفراد بأدنى قدره، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء الاستثنائي في مقاصده تحول إلى ما يشبه القاعدة الفيزيائية، فمحاكم الأسرة تمنح الإذن بالزواج لعدد كبير من القاصرين رغم تقييد زواجهن لموافقة الاستثناء من القاضي، حيث تحول الاستثناء إلى قاعدة. وفي نفس السياق تحولت مسألة الولاية الشرعية وبعض حالة الطلاق إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب بتحليل مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلاف ضيق بين الطرفين. فمجهز على سبيل الذكر لا الحصر أصبح تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسماء عائلتها، ألا وهي أن الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتقصير الأسرة من الانزلاقات ونزاعات الميز. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.